بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون، أحييكم ورحب بحضراتكم أجمل ترحيب، أحييكم بتواصل الأشواط الصباحية الخاصة بهجن أصحاب السمو والشيوخ في هذا اليوم، والأشواط المفتوحة في مسافة 6 كيلومترات، حيث نتابع انطلاقة الشوط الرابع ضمن انطلاقاتنا لهذا الصباح، الشوط الذي خصص للقعدان الثنايا. سيارة رصدت للفائز بالمركز الأول وجوائز قيمة للمراكز الـ10 الأولى. أتابع مع حضراتكم هذه الانطلاقة وأتابع الصدارة وأتابع مبعد على المقدمة سعيد بن مطر بن سعيد بن مطر المريخي مع المركز الأول ينطلق في هذه اللحظة معلنا بدء الرحلة وبدء المنافسة في هذا الشوط. يليه مباشرة نشمي على المركز الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن خليفة بن سعيد آل مكتوم، نواب بن نوح بن أحمد البلوشي في التضمير. الوعب على مقدمة الشوط يطمح في تحقيق نقطة أيضا ثالثة في هذا اليوم لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، يقوده الذهبي سالم بن فاران المري اللي انطلق في هذه اللحظة ليؤمن موقعه، يؤمن موقعه في صدارة الشوط، يحقق النقطة الثانية. نعم النقطة الثانية يا أبو بريك في هذا الصباح مع شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. هنا الذهبي، هنا الذهبي، من أطلق عليه الذهبي في هذا العالم الساحر، يسجل النقطة الثانية ويحصل على السيارة بفوز الوعب بالمركز الأول. أزف التهنئة على الهواء مباشرة بظهور الوعب وفوز الوعب بالمركز الأول. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وهذا الوعب يصل بحفظ الله ورعايته ويهبط إلى خط النهاية معلنا الفوز والناموس، كما أهني المضمر سالم بن فاران المري. تهانينا والناموس. المركز الثاني بشار بشعار العاصفة، المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير. المركز الثالث، المركز الثالث وصل براق لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني. المركز الرابع مبشر لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. المركز الخامس وصل شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. إذا تهانينا والناموس مجددا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني على فوز الوعب بالمركز الأول. أهني على هذا الفوز وأهني المضمر القدير سالم بن فاران المري على فوز الوعب بالمركز الأول. وهذه لحظات وصول الوعب، توقيتها الزمني في هذا الشوط 9:34.89 جزء من الثانية هو التوقيت اللي سجل مع الوعب. تهانينا والناموس بشار من حل ثانيا، 9:38.48 جزء من الثانية توقيت بشار بشعار العاصفة. تلاهن مباشرة بالمركز الثالث، توقيته 9:47.34 جزء من الثانية توقيت براق لسعادة الشيخ.